عايز ابتدي معاك من نهايه اللي انت حققته في بطوله البحر المتوسط. عايز اسالك كده في البدايه، ايه البطولات او ايه الترتيبات اللي حصلت عشان تتاهل وتلعب مع منتخب مصر في بطوله البحر المتوسط؟ تمام. هو مبدئيا احنا بنبتدي ببطوله الجيزه اللي هي بطوله المنطقه. تمام. لعبتها، جبت اول الحمد لله. تمام. بعد كده دخلت الجمهوريه، جبت فيها ثالث الحمد لله. تمام. بعد كده دخلت تصفيات المنتخب، جبت فيها ثالث برضو الحمد لله. دخلت المنتخب، اتمرنا سنه. بعد كده طلعنا بطوله البحر المتوسط دي، لعبت جبت فيها تاني الحمد لله. بس كده. كلمنا بقى، كنت تتوقع اصلا انك تحقق ميداليه في البطوله دي؟ وعايزك تكلمني عن المنافسه ازاي، مين اللعيبه الاقويه اللي قابلوك في المواجهات؟ طيب، هو بالنسبة ان انا كنت اتوقع، فانا كنت يعني هي كانت بطولة لسه اول مرة بره مصر، فيعني انا مش عارف هعمل ايه، بس اللي هو واثق في ربنا ان شاء الله انها تبقى حاجة كويسة. اول مرة تسافر مع المنتخب؟ اول مرة اسافر مع المنتخب، اول مرة اسافر بره مصر ان انا العب بطولة يعني بره مصر. بس الحمد لله لعبتها. بالنسبة للمنافسة، كان معانا من مصر اقوياء، كان معانا برضو من قبرص وكرواتيا والمغرب، بس هم دول اللي كانوا معانا بس في قابلت البطولة. ايه في قبرص بقى؟ انت دول اول مره تروحها، ورايح كرياضي مع منتخب مصر وهتلعب في بطوله مهمه زي بطوله البحر المتوسط، الاجواء كانت عامله ازاي معاك؟ بالنسبه للاجواء، لا هي كانت لطيفه يعني، كنا كلنا في بعض بقى كمعسكر وكده، فالدنيا كانت تمام يعني. ما كناش بنطلع بره الاوتيل اساسا قبل البطوله، عشان بنبقى قاعدين وكده عشان ايه، نستعد يعني ليها. بعد البطوله طلعنا كده يوم، كانت الدنيا يعني حلوه كده شويه بس. لكن كمنافسه لا يعني، كانت كويسه يعني لا كانت كويسه، ما حسيتش ان انا خايف ولا اي حاجه. لو اتكلمنا عن بقى أسرة الكاراتيه داخل نادي الزمالك ودورهم معاك في مسيرتك، تكلمنا عنها بشكل أكتر. تمام. مبدئيا نادي الزمالك، كابتن هاني سلامه، كابتن جمعة سلامة جمعه سلامه، طبعا. معلش معلش، كابتن جمعه سلامه. كابتن جمعه سلامه من يعني من الناس اللي انا بحبها جدا. كان معايا من يعني هو اللي سهل ورق السفر والشغل ده، هو اللي كان معايا في الحته دي. عمل حاجات كتير عشان النادي، وعمل حاجات كتير عشاننا، وعمل حاجات كتير عشان الدوري. كابتن انت كل عندك الكباتن اللي في النادي طبعا. كابتن بكر، كابتن بكر كان مدير قطاع الناشئين. كابتن هاني عواد، كابتن هاني عواد برضه من الناس اللي انا بحبها كمدربين. كان واقف معانا، كان بالنسبه لنا زي اخ كبير. بالنسبه لنا برضه كابتن محمد حسن وكابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم برضه كان معانا. كل دول كانوا اخواتنا، كل دول كنا بنحبهم، كانوا بيحبونا، كان في بيننا وبين بعض ايه يعني، حب وموده والشغل ده بس. قبل السفر بقى لقبرص، مين اكتر واحد فيهم حمسك كده وقال لك انت هترجع بميداليه؟ اكتر واحد فيهم كان مدربي اللي هو كابتن احمد عيد. ده بالنسبه لي مش مدرب بس، ده بالنسبه لي زي اب، بمثابه اب واخ كبير. بره الكاراتيه احنا بنتعامل، لا لو في حاجه بقولها له، لو في حاجه بيقولها لي. هو اللي حمسني اكتر ان انا العب، هو اللي يعني اللي هو خلاني اخش قلبي ميت كده ان انا اخش العب. بس ده كان من اكتر الناس اللي وقفت معايا، بعيدا عن برضو بابا وماما طبعا، بعيدا برضو عن ثقتي في ربنا ان شاء الله هتبقى الدنيا تمام. برضو كل الكباتن حمستني، كل الكباتن شجعتني، كل الكباتن اللي كانت في نادي الزمالك، كل الكلام ده كان برضو ايه، كلهم كان معايا، حتى اللعيبه كانوا معايا برضو، كانوا يعني زي اخواتي كده بالظبط.